kara deniz. مدحت شايفه أكيد طلع على الجبل وأخذ فيدات معه، رايح لعنده. وصلنا على آخر موقف على القبر فيدات بيك، نزيل يلا. وين آسية؟ لو كنت رح طوصني قدام مرتك كان فيها كتير بطولة. هات الكريك والأزمة ويلا لشوف قدامي. لا كتير تتعب لي حالك، صحتك رح تلزمك. تحرك. قررت تقتلني اليوم مصطفى؟ يعني اتخذت قرارك بالأخير؟ ايه؟ ممتاز. أصحك تعملها يا أخي، من شان الله يا مصطفى لا تعملها. إلنا ذكريات كتير حلوة بهالبيت مو مصطفى؟ ليك لألك، تعرف حالك بعد شوي رح تموت، فبلاهن هالمقدمات والفزلكات والحكي الفاضي تبعك، مو وقتن هلأ. جيب هالصندوق. لشو بدي جيبه؟ مشان آسية، هذا نفسه الصندوق اللي حطيت مرتي فيه، هلا حيصير تابوتك. كنت بدفنك بلا تابوت، بس بصراحة التراب بيتوسخ فيك. يلا. يعني اجى الوقت وقويت قلبك مصطفى، وقرارك هذا معناته انك مصر تربي ابنك اللي جايكن وانت مسجون مدة طويلة. ايه فيدات، ايه حجازف. يلا ما تحرك لسانك، حرك لي ايديك. فيك تفكر باللي قلته اذا بدك. فيدات خلص، انا ما رح استناك للمساء، بوصك وبتركك. ها تعملها؟ طيب ليش؟ انت قوصت اخوك يلي انقذ لك مرتك وابنك وحملهم على ظهره من الجبل، اللي مثلك بشو عم بتهمني؟ فضولي صار كبير. فيدات خلص، حفير وسكر تمك. صدقني بغير رأيي وبقوصك بأرضك ومليان دياب وطباع بهالقرنة. طلع عم تحكي ورح اترك لهم جثة مرمية مشان ياكلوها. مو هذا الجواب على سؤالي. أكيد هلأ عم بتفكر قديش رح يحكموك، مو هيك؟ هي ما لخناقة أو خلاف عادي. ما فيك أبداً تقول والله الزلمة سبني وغلط معي وعصبت منه بعد اللي عمله وقوصته دغري. اللي صار مخطط له مسبقاً. أول شي رحت استدرجته وبعدين خطفته. في أزمة بإيدك وكريك، يعني إذا مو غلطان مع سبق الإصرار بيحكموك فيها 18 سنة.
مو مدي قليلة، وبالزيارات رح تقدر تحمل ابنك 5 دقايق لما تشوفه. هو وصغير مو مشكلة، بس لما يكبر شو الوضع؟ رح يسأل أهله وينه بابا؟ بالسجن. ليش؟ ورح يحكوله رح يكون ابن المجرم. بيهون عليك ابنك يا مصطفى. فيدات خلص حاجة. 18 سنة. يعني لما تطلع من السجن ابنك رح يكون كبران وبيجوز عم بيدرس بالجامعة مصطفى. احتمال باسطنبول أو بأنقرة أو بأي مدينة. أنت بترجع وابنك بعيد عنك، المفروض أنت أبوه، بس هو غريب عنك وأنت أكتر من أي حدا. ربيان بدون أبوه، فهمت؟ مثل وضعي بالضبط. سبق وفكرت بهالموضوع. يا ترى لو طاهر ما عند مشان نفس وعمل كل هالعماية، لو أخذ مرتي وابني من الأول وترك كل هاي المنطقة، كيف كانت رح تكون حياتكم هلأ إلي؟ فيدات، بدك تقوم تكمل حفر ولا بوصك؟ مشان تنقذ مرتك رح طوصت أخوك، وهلأ بدك طوصني إلي مشان تردل اعتبارها لمرتك. مين بيناتنا القاتل؟ مين هو المجرم الحقيقي مصطفى؟ على فكرة أنا لما خطفت أسية هذا اللي كان بدي تشوفه، وليك وضعنا هلأ. اطلع على حالك، مين يلي حامل المسدس؟ مين فعلياً عم بيحفر قبره مصطفى؟ كأنك عم تتوسلني هلأ مشان أعفي عنك، ما؟ مستحيل اتوسل لحدا. فيدات، هون في شي واحد عم يصير، واللي هو إنك رح تموت بعد شوي. يلا كمل. بكفي. على ركبك يا حقير. زيل، يلا. انت لعيت كتير، بس كمان قلت شغلة مزبوطة، اني ما رح اقدر ربي ابني طول ما انا موجود بالسجن. صح ما حيكون قدام عيوني، بس حيكون بعقلي، باحلامي كمان. بالمقابل طاهر رح يرتاح، ومراد رح يرتاح، نفس، نظر، كلهم حيرتاحوا. والأهم من هيك، الحياة والبشرية رح يرتاحوا من واحد مثلك بلا شرف. أخي لا تتحور. شوفوا مين إجا كمان. طاهر، ولادي ومرتي بأمانتك أنت. مشان هالحقير، حرام تلوت إيديك بالدم أخي. فكر بابنك اللي جاي، وبنتك لا تنساها. أنا قلت له نفس الحكي طاهر، بس ما رد علي. أخي لا تعملها. خلص طاهر، هالقصة هي صارت بتخصني. قلت لك لا تعملها مصطفى، لا تتهور، لا تعملها. طاهر، بعرف أني أوصتك، بس أخي أنت ما فيك توصني، تركني. أنا المفروض أنهيله حياته لهذا الواطي مو أنت. شيل المسدس من إيدك. يلا طاهر، رح أوص. يا ما أوصني أنت وريحني. ما رح نرتاح قبل ما هالتافه يموت. صدقني رح يرتاحوا الكل، إذا كانوا رح ياخذولي كم سنة من عمري مشان موته لهاد، فما عندي مشكلة أبداً. وبعدين نحن أخوة، وإذا ما خليتني أقتله هلأ وفوراً، رح تلاقي لهذا الحقير مرتاح، وبيجيب شي واحد من الكلاب تبعه وبينحبس بداله، وبيتفتل على راحته مثل الأول. لازم حط له حد. أخي مصطفى أصحك لا تعملها. أصحك يا مصطفى. أخي لا تعملها. استنى مصطفى، رح تروحنا كلياتنا معك باللي رح تعمله، وأنا قبل الكل. اهدى يا أخي ولا تعملها. ما تجبرني أوصك لتنزل مسدسك. أنت ما فيك توصني طاهر.
أنا عملتها بس أنت مالك مثلي. مفكر الجنان إلك بس؟ شو نسيت إنه نحن أخوات؟ خليني أحط هالرصاصة برأسه. بصراحة حلو إحساس المشاركة بيناتكم، بس يلا قرروا أنت وياه مين بيناتكم المجنون ومين يلي رح يقتلني. أنا يا تافه. مصطفى استنى، خلص بعد عنه، اسمع مني مصطفى. طاهر اترك مصطفى، كرمال قصة حبي هذا امتحاني أنا، إذا نجحت أو رسبت امتحاني أنا. شو هاد يا عيني يا عيني، شو هالكلام؟ قصة حبك لكان طاهر؟ رجالين واقفين حاملين بإيديهم سلاح، خاطفين زلمة ومركعينه وبدهم يقتلوه، قاعدين عم بتشاطروا على بعض، هي اسمها مرجلة؟ عن جد؟ متأكد رح تقوصني؟ وليكني مو مسلح مثلكم، معقول هيك بيتصرفوا الرجال؟ اسمعني، هي آخر فرصة لإلك، بتضب أغراضك وبتاخد رجالك وبتترك ترابزون وبتروح، عم تفهمني؟ إذا قبلت ما رح نقتلك اليوم، بس بالمرة الجاية كل عائلة كاليلي وخاصة النفس، إذا بتفكر فيهم مجرد تفكير ترحم على روحك. ضحكتني يا طاهر، مع إنه الضحك مو وقته، شايفك قدامي وعم بشفق عليك، قديشك خايف ومتردد؟ أنت عم تعطيني فرصة مشان ما موت بين إيديكن اليوم، ما هيك؟ تعرف شو؟ أنا بصراحة حسيتك ناطر مني فرصة مشان بعد عنك وما تتحول لمجرم، قلت لي قصة حبك، ما هيك؟ بدي أسألك سؤال وعليه 100 علامة، جاوب عليه طاهر، كرمال نفس شو مستعد تساوي؟ ليكو أخوك قدامك، كرمال مرته وولاده أوصك، لما شاف مرته كان همه بس ينقذها، وإنت طاهر قتله وخلصنا، أو خليك على جنب واتركني أنا خلص عليه، هذا الزلمة ما عاد لازم يعيش. إنت مفكر الحب رح يكون شغلة بسيطة وسهلة طاهر؟ إنت بتعرف من جواتك إنك مستحيل تحب نفس مثلي، وكرمال هذا الحب تعمل الشيء اللي أنا عملته، ما هيك؟ شو؟ لشو ساكت؟ إنك تسمع الحقيقة شغلة صعبة عليك، ما هيك؟ أنا أعطيتك فرصة أخيرة، بس أنت حابب تموت، أنت حربي قرارك. هي رصاصة طاهر، يلا. ما بيقدر، ما رح يقدر، بعرف انت يا طاهر معتبر هاي الحرب ما لها عادلة بالنسبة لك، ما هيك؟ هاي الحرب ما لها عادلة ابدا لواحد مثلك، ما بتقدر، ما بتعملها، ما بتقدر توصني. مسك هذا لشوف، مسك. شو رح نتبارز طاهر؟ ندير وشنا ونعدل العشرة ونقوس؟ أنا رح ألف من أول خطوة مشان تكون بالصورة. مسك المسدس، من الواضح إنه حياتك ما كانت طبيعية، على قليلة فيك تموت وأنت رجال. طاهر هذا عم يلعب فيك، أوصه براسه وخلص. خذ المسدس فيدات. طيب روح من هون فيدات، بس بعد ما تقتلني لازم تتذكر ضميرك رح يضل عم بيعذبك وما رح تلاقي أجوبة على أسئلته ورح تضل دائماً مقهور. أنت ما بتقدر تقتلني أبداً يا طاهر، بس أنا أكيد بقدر، كرمال نفس بعمل أي شيء على فكرة، أنا كرمالة مستعد أعمل كل ذنوب، وكرمالة هي بتحمل كل العواقب، بس أنت ما فيك تعمل هيك، ولهذا السبب نفس مالة لطاهر، ملكي أنا. طول ما في نفس بصدري انت ما رح توصل لنفس بنوب. ممكن هذا الشي بطريقة واحدة،
وهي إنك تموتني، بس ليكني لساتني عايش. شو السبب؟ مصطفى، أنت جاوب، حابب تربي ابنك وأنت لسه شاب ولا تستنى لتختير؟ يا تافه، ما جاوبت أو وسطك. طاهر، جاوبني بعد ما تقتلني وتفوت على السجن، نفس مين رح يعيلها؟ هو؟ ممكن؟ طيب وسنية خانو؟ الله بيعلم شو رح تعمل بالمرة يلي خلت ابنها ينحبس ويبعد عنه وما عاد يقدر يرجع لها. طيب ييت، إذا سألوه مثلا ليش بتنادي لطاهر عمه وما بتقله بابا؟ لأنه ماله أبي، زوج ماما. طيب إذا هيك وينه أبوك؟ أبي مقتول، ومين يلي قتله؟ بيكون زوجة للماما. يعني طاهر، الموضوع إنك قتلت أبو ليت ورح تصير مجرم. يمكن ييت يضل يقلك النمر القادم من البحر، ممكن ينادي لك عمو طاهر مثل ما هلأ عم بيصير، بس الحقيقة بحياته ما رح يقلك بابا. أكيد ما عندك جواب، جاوبني على هذا السؤال طاهر، مين فينا سلاحه أقوى من التاني؟ الشباب حاجة نضحك على بعض، زدتوا هاي المسدسات ما في إلى داعي، لأنه في قوة أكبر بكتير من هالمسدسات اللي حاملينها بإيديكن. هاي القوة اللي بتخليك ترتكب كل الجرائم والذنوب بالدنيا، تقدر ترتكبها وانت مرتاح وعيونك مغمضة، تعمل شغلات كل الناس بتخاف تشوفهم. هاي القوة عندي أنا، بس انت ما عندك إياها. لا حدا يسكر هالقبر، لأني رح أدفنك فيه ورح تبقى من غير نفس. المسدس كان بإيدك، كنت أوصني، كان فيك تخليني أبقى بلا نفس. شو اللي صار؟ شو الشي اللي منعك من أنك تقتلني؟ يلا خد السلاح، حمل المسدس. أنتوا الاثنين أكيد ما رح تقتلوني، ما هيك؟ لأنه ما عندكن قوة قلب أبداً. في حدا غالي علي قال لي شغلي مرة، إذا قررت تسحب مسدسك قوس فيه، إذا كنت ما رح تقوس بلا ما تسحبه. بصراحة طاهر، في سؤال لنفس لازم نسأله إياه، بدك الرجال اللي جاهز يهد كل الدنيا كرمالك ويرتكب كل ذنوب كرمالك وكل أنواع الجرائم كمان، كل هدول كرمالك وكرمال إنك ترضي، وفعلياً هذا الرجال موجود بالحياة ورح يضل يحاول لترجعي له، ولا بدك؟ تعرف شو؟ أنا الشي اللي مستعد أعمله كرمال حب نفس ما في إله أي حدود، بس أنت حدودك واضحة كتير طاهر، ومشان هيك أنت رح تخسر بالآخر وأنا رح أربح. أنا واثق ما رح أخسر أبداً. أنا بعرف بشو عم بتفكر، عم بتقول هالحقير ما فيني أوصه ورح يقدر ينفذ من كل شي عمله مثل العادة. ما تتعب حالك، شغلتك فاضية. مصطفى معلش توصلني لعند سيارتي، تركتها قدام المطعم. بدات ما خلصت لحتى يموت واحد منا انا وياك، لحتى يموت واحد منا انا وياك. يو ما شاء الله. لك يا بنت، مو قمتي من على السفره هلا من عشر دقايق؟ ايه عادي، انا من عرق جبين جوزي مصطفى عم باكل، استكترتوا علي هاللقمه. ان شاء الله الف صحه وهنا، اكلي الاكل كله. على قلبك، تاكلي كم وحده منه؟ ما بدي، ناطرني جوا شغل البيت لسه، لانه لا في صبيه ولا كنا يساعدوني، ضل الشغل كله علي. المفروض بهالعمر كون قاعده مرتاحه وكلكن عم تشتغلوا لخدمتي، المفروض تجيبوا لي الاكل لعندي وتوصلني كاسه الشاي لغرفتي. يا حسرة، مين بده يدللني بعد هالكبرة؟ ايه بس ليكك لساتك بصحتك ما شاء الله. ايه يلا بلا هالحكي الفاضي، تلحلحوا، عملوا لكم شي مفيد بدل قعدتكم. وشو بدنا نعمل يا خانو؟ كل الشراشف بدهم طوي،
تجعلكوا بعد ما طلعوا من النشافة؟ وكويهم مو سهل. يلا قوموا ساووهم. ايه على اساس هي بتكويهم بالعادة. كله مشانك مو مشاني. شايفة قديش مزوقة وحنونة؟ الله يطول بعمرها. يلا قوموا، ما رح ضيع وقتي على مسخرتكن وفزلكاتكن. تاركة الطبخة على النار. آسية، اصحك تلمسيهم للشراشة في بإيديكي بعد ما أكلتي فواكي مشان ما يبقعوا. لا حول ولا قوة إلا بالله، استغفر الله. إيش هالحركات هي يعني؟ شايفتني عم باكل شوية فواكه دغري صارت بدها تقيمني. هلا شو بدنا نعمل؟ ما فهمت. هاتي لقلك، مسكي لشوف من هالطرف هاد، وهلا منشده شوي وبعدين منطويه. عملي مثل ما عم قلك. هيك تمام. هيك؟ ايه هيك. ايه شوفي هلا لازم هيك نفرده. السلام عليكم، يعطيكم العافية. أهلين وعليكم السلام، كيفك؟ تعالي ساعدينا لا تضلي واقفة، لا تكوني مو فاضيتي لنا. شو قصدك بهالحكي آسية؟ إن شاء الله مفكرتيني مو منتبهة على اللي عم يصير، على أساس ماني شايفة التطليعات تبع الأعجاب والحركات والدلع اللي بتعملون البنت لما تخجل. آسية عن شو عم تحكي؟ والله ما فهمت. إيه خلصنا، أنت فهمانة علي، حاجتك بقى. وينو علي؟ شو بيعرفني؟ ليش مو رحتوا اتنيناتكم مع بعض لتوصلوا لأبي؟ قصدك عن التوصيلة؟ ايه ليش في غيرها يعني؟ وصلنا عمو عثمان أول شي، وبعد علي وصلني على المكتب وراح وما بعرف وينو. وين نفس؟ عم دقلها على الموبايل ما عم ترد. يعني انت اللي عم تتصلي يا بنت؟ نفس نسياني موبايله جوا وانسرعنا من صوته هو وعميرن، اخدتيت على المدرسة ورايحة بعدين لتشوف مرجاني. هيك قالت. في شي مشكلة؟ لا بنوب. أهلا وسهلا بنتي أسماء، كيفك؟ نشكر الله خالتي سنية. إيه بما أنك إجيتي معلش تنقيلي هالرزات لأن عيوني ما عم شوف فيهن منيح. ولي الله خلق لحماتي لحتى تتأمر على كل العالم. حماتي بينقوا الرز وبينقعوا بالمعمل وبيعبوا بالكيس، ما بده تنقاية. الله بيعلم كيف بصير معهم هالشغل، ما حدا فينا شايف شي، مستحيل ما بوثق بشغلهم. ولا يهمك، أنا بنقي الرز خالتي. هيك بتكون البنت المنيحة راس سطري وبتسمع الكلمة بلا ما تجاوب، بتشتغل شغلة وما بتضايق حدا، مو بتضل عم تلعي ساعة بس يا حسرة. ما عاد اتحمل، بتجيب الجلطة والله. آسية شو قصدها الخالي؟ بيقولوا عن الكلمة الشاطرة والقوية ببيت حماها راسها يابس، يعني مو مثلي. في شغلة كتير حابب أعرفها طاهر. أنت ونفس مرتي 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 هيك عم بتنادي لمو؟ يا ترى صارت مرتك عن جد ولا شو؟ ما صارت وبحياتها ما رح تصير مرتك، لأنه أنا معذبة وعامل فيها شغلات بشعة كتير، اللي عايشته معي ما فيها تنسى نهائياً، وكرمال ما تتوجع ما بتلمسها، بس أنا مستعد أرجع ألمسها مثل الأول. أنت متزوج مرة كانت لواحد غيرك، وعندك ولد مستحيل يقلك بابا لو شو ما صار. يا خسارة، شو زعلان عليك؟ شيخ عثمان برنا شيلان مرتخي آسية، كرمال الكل، كرمالهم كلهم، كرمال كل دمعة لست من عيونهم بسببك انت. صار لازم تخلص القصة.
هلا رح خلصها. مو بهالبساطة يا مصطفى، صدقني مو بهالبساطة. تعال قوم يا حقير يا تافه، امشي تعال ولك. ما بدي. طاهر شو عم تعمل؟ خليني أوصل وخلصنا. بدك تتركني من غير نفس؟ ما كان بدك تاخذ نفس مني يا وطي. الرصاصة قليلة بحقه لهالكلب. طاهر بشو عم تفكر؟ حاول انه يحرمني من نفسي وبدي احرمه من النفس بالمقابل. شو بدك تدفنه وهو عايش؟ انا اعطيته فرصة كرمال يدافع عن حاله كرجال ويحمل حاله ويتركنا. اختار الموت بايديه، خلص بكفي. طاهر أنا خلصت. براك يا روحي، خدي هدول وحطيهم عندي بالغرفة. يلا رايحة فورا. هلأ من كل عليك عم تنقي الرز؟ ما فيه شي. مرت عمي بس بتحب تشغل الناس. هاتي يسلموا. أهلا وسهلا أسماء. أهلا النفس. في إلك عندي شوية أخبار. الحق معك، جيلان طلعت مانا بنتك، طلعت نتيجة اختبار الدي ان اي. من لما قلتي لي تابعت الموضوع، بس انا ما حبيت اقول شيء لحتى اتاكد من النتيجة منيح. في إلى اهل؟ بما انه جيلان ما بتحكي وما بتسمع، فقدرت بسهولة اني دور ولاقي ابوها. بهداك الوقت البنات اللي تم تبنيهم بصفاتها طلعوا كتير قلال، وقدرت أعرف مين العيلة يلي تبنتها. شانجول ونجيب. اختي أسماء شو عم تقولي؟ شو معناته كلامك هاد؟ شبكن؟ شو مانكن منتبهين على إشارتي؟ شو؟ معقولة ما بتردوا علي وأنا عم قلكن وقفوا؟ ولا لازم أوس كمان؟ لازم أحكي معكن، اسمعوني. بعرف إنه فيداد كان معكن، حكولي شو مساوين؟ بعرف نظراتكن، والله بعرف هالنظرات منيح. شو مساوين؟ قتلتوا له الواطي؟ لا. لكن شربتوا شاي؟ حكيتوا عن مباريات فريق ترابزون وكيف لعب؟ لعبتوا طاولة؟ طيب مين ربح؟ فهموني شو اللي صار؟ أنا بدي أسألك، أنت شلون لقيتنا؟ ليك أنا هون الشرطي، أنا يلي بسأل مو أنت، يلا أحكو. ما صار شي بنوب، الحقير ضحك علينا، اتصل بأخي وخلاه يجي وبس وصل ما لقى حدا هنيك. مصطفى، بالزور خلصته من إيديك بالأوتيل، أكيد أنت وأخوك ما اتفقتوا وساويتوا شي مصيبة. ما قلنا لك لا، خلصنا. إيه قلي. حضرة الملازم، طالبينك تجي فوراً على المخفر. شو الموضوع خير؟ ما بعرف شي سيدي. إيه قلن جاي. إن شاء الله يكون هنيك ومو عاملين مصيبة.
أكيد في غلط بهالموضوع هاد، مو صح يلي قالته. جيلان أختي الصغيرة. براك بتعرفي لفيدات وبتعرفي عمايله، ليش ليساوي هيك شي؟ ليش؟ بعد هي تحملت ببنت وولدتها، بنت بعد ما ولدتها مباشرة قال لي إنه ماتت، وما بقى حكينا بقصة مرة تانية. وبعدين فيدات قال لي إنه بنتي لساتها عايشة، وقال إنه جيلان. ما صدقت فيدات وكنت شاكة، وعملت فحص الدي ان اي، واسماء كشفت الموضوع. ابوكي طلع متبني جيلان، وبضغط من فيدات اجا قلك انه جيلان اختك من ام تانية. هذا اللي صار. طيب شو بده؟ ما عم استوعب اللي عمله. ليش ليعمل هيك معي انا وجيلان؟ ما بتعرفيني بحط الخطة باء قبل الخطة ألف؟ لأنه هو بيحب يجبر الناس يعملوا الشي اللي بيعتبروه مستحيل، وما بيترك لهم خيارات. شو اللي ساويته؟ ليش هيك يا طاهر؟ يعني كان عندي حل غير هاد؟ لك طاهر، نسيان انه حتى لما بدنا نذبح اي حيوان من سن السكين مشان ما يتعذب؟ شلون بتدفنه عايش؟ ليش خطفته انت لكان؟ ما كنت اخده لهنيك لتقتله؟ بلا، ايه طبعا كنت بدي اوصو رصاصة وادفنه. فيدات كان بيعرف اني مو اخده لهنيك لنلعب طاولة، اني اوصو غير اني يدفنه عايش. انت شكلك نسيان اللي عمله بمرتك آسية. مو نسيان ولا رح انسى. انت بتعرف شو هي اصعب نقطة بالحرب مع العدو يا مصطفى؟ إنه ما تصير تشبهه بهي الحرب. كل مشكلة مرتي بيني وبين فيدات طاهر، ليش اتدخلت وعملت معه هيك؟ ما ترك لي حل بنوب يا أخي. هالواطي ما كان رح يوقف، كل يوم كان رح يعمل مشكلة لحدا من عائلتنا. أنا حميت عائلتي كلها، إذا القصة جريمة مستعد أعملها. بيهمني إني أحميكم. هو كان بده يدفني وأنا اللي دفنته. طاهر، براك براك وقفي. شو صاير لبراك؟ خير؟ شو صاير معون؟ ما بعرف، هلا بفهم وبخبرك. شوفي شبه جنته طلعت ركض. هي شو صاير معها؟ ما بعرف، مثلي مثلك سنية خانوم. لا مو معقول، كيف في موضوع ما بتعرفي؟ عن جد شي مو معقول. دخيلك يا الله. اسمعي لقلك، هدول ناويين على شي، اكيد في خطة عم بتصير. براك براك قوليلي لوين رايحة؟ بدي روح حاسبه لفيدات، رايحة أعمل الشي اللي كان لازم من زمان أعمله نفس. هالندل أخذ مني أبي وأمي، ما فيني اسمح له ياخد جيلان. الحكي اللي قالته أسماء وأنه متبنايينا ما بيهمني. جيلان رح تضل أختي إلي، أنا متعلقة بالحياة بسببها، مشان هي أنا عم بتنفس. إذا ما رحت شفت فيدات وسألته حموت من قهري نفس. الله يوفقك تركيني، بعدي بترجاكي. براك تعرفي قديش فيدات حرق لي قلبي؟ كنت على طول متمنية إنه ييتي يضل بحضني وما يبعد عني. طيب انتي شو رايحة تسألي؟ شو متوقع يجاوبك؟ حيكون جواب بريحك مثلا؟ هالندل بجوز يأذيكي. قديش ممكن يأذيني أكتر نفس؟ قديش رح يحرق لي قلبي؟ شو يعني رح موت؟ شفت الموت ألف مرة معه، بس قاومت وما متت. براك بترجاكي ما تروحي لو سمحتي. اختي اسماء مزبوط؟ ما عاد في شي بالدنيا يحرق لي قلبي اكتر، وما عاد يهمني شي. بترجاكي فهميني وخليني روح.
براك أنا أكتر حدا بفهمك. بترجاكي ما تروحي مشان الله. يلا رد لشوف، رد علي لا تجنني. طاهر، ما كان عندي حل غيره، ما ترك لي طريقة تانية. هالزلمة ما في شي بيوقفه. بدي نفس تضل مبسوطة ويتي يقدر ينام وهو ماله خايف. خاطر بحياة مرت أخي وأذى أخي مصطفى. هو تعاقب شي؟ لا، حملها لرستم ونفد من القصة. اللي مثله دائما عندهم حل. حضرة الملازم بينفدوا من مشاكلهم وجرائمهم، أما اللي مثلنا مثل ما بيتعبوا بيضلوا بشغلهم ليل نهار مشان يأمنوا اللقمة لازم يدفعوا الثمن بالمقابل. صح كلامي؟ الله موجود. فيدات صير أنا اللي قتلته. الجثة موجودة هلأ فوق براس الجبل، بتلاقيها بحديقة بيت عم يترمم على طريق صار بكايا. أنا قتلته عن سابق إصرار وترصد، مثل ما حبيت نفس بنفس الإصرار، بإرادتي وعن طريق تخطيط مسبق. حكمت المحكمة على المتهم طاهر كاليلي بالسجن المؤبد مع الأشغال الشاقة بتهمة القتل مع سابق الإصرار والترصد. رفعت الجلسة. ملعون! ملعون! بسببك أنت خسرته لابني! ملعون! خليت قلبي يحترق على شبابه! بتمنى من قلبي المحروق يحترق قلبك كمان على ابنك. وقتها بتفهمي اللي جواتي. نلعو! نلعو! الو طاهر، وينك انت؟ انا اخذت قراري. اي قرار؟ تضرب انت وقراراتك. شوفك بالمكتب. أفانا نلتقي هنيك. يلا يلا. بدي روح نفس، لازم اتطلع بعيونه واسأله ليش هيك عملت معنا. بكفي بقى. براك وقفي، تركيها تروح نفس، ضروري ترتاح. اللي مخوفني من روحته أنه ممكن يأذيها. هدفه لفيدات هو انتي. كل عمايله هي ليعذبك إلك. ما بتوقع انه رح يعمل لها شي، وهي القصه رح تكون صعبه على الكل، انتي وابنك وجيلان. حتى جيلان؟ شو ذنب هالطفله بهيك قصه؟ كيف حوقف قدامها وخبرها؟ ييت، كيف حخبره كمان؟ نفس، حكيت مع أبوها الحقيقي لجيلان على التليفون، جاي ياخد البنت بكرة. أخي شو اللي صاير؟ قول شو اللي مو صاير؟ طاهر ما اجا؟ مشان الله فهمني شو صاير مصطفى؟
رحت من هون مستعجل وجا طاهر سأل عنك وراح وراك كمان مستعجل. ما تفهمت شو القصة؟ احكوا لي شو صاير معكم. عمرك ما تفهم فاتح، أنا كتير مخنوق، مالي ناقصك أبدا على شغلك. إيه حاضر أخي، بس ليش معصب مني؟ فاتح تعال هون لقلك. فاتح تعال عندي، تعا ما تخاف، تعال هون عمل لك. خلصنا. فاتح ما تزعل، ايه روح على شغلك حبيبي، روح اخي. يلا قلي لشوف شو هو هالقرار. انا قررت سلم حالي. كيف؟ هذا هو الحل الوحيد، لازم ادفع ثمن اللي عملته. طاهر شو عم تحكي؟ اخي اسمعني شوي واهدى. بدك يعني اهدى؟ بدك يعني اهدى ما؟ انا شو راح يهديني بعد ما شفت اخي بعيوني مسك عدونا ودفنه وبتقلي اهدى مصطفى؟ إيه لكن شو متوقع وكيل النيابة والقاضي بالمحكمة يقولوا لك؟ اه والله يسلموا ايديك طاهر، هالواطي كان لازم تقتله. والله يسلم ايديك، خلصتنا منه. ولك رح يحسبوا رجال علينا وبتهمة قتل هالتافه انت وقتها. رح يحكموا علي بالسجن المؤبد، بعرف اخي. ليح طلعت بتعرف، بس ما في غيره لهالحل بنوب. الله يلعن قراراتك، كله صار من ورا جنانك. اخي اسمع، كنت واقف عند باب المخفر واجيت لهون لعندك مشان ما حدا ينأذى من هي القصة وما تصير مع اي حدا منكم شي مشكلة. انا محتاج يوم واحد مو اكتر، فقل لي هلأ انت معي ورح تساعدني وتسمع شو رح قلك. ايه ايه بسمع. باليوم اللي بسلم حالي فيه بتحط نفس ويت ببيت الجبل، تعرف امي ما رح تتركهم بحالهم. بدي اياك تضل داير بالك عليهم، من بعد الله هنن بامانتك انت. ايه اكيد. وخبي عن اهلي وما تحكي لهم دغري القصة، ما بدي يعرفوا شو عملت. آسية حامل، الزعل ما بيناسبها، وقلب امي ضعيف، اذا عرفت بالموضوع ممكن تنجلط. أنا بخبرها لنفس لما روح سلم حالي. هلأ ما تحكي لأي حدا اللي صار، قلن أني مسافر لأنه المركب لازم قطع، وبالوقت المناسب بتخبرهم بالقصة شوي شوي. لك كيف شوي شوي بهيك موضوع؟ مصطفى ضروري لاقي حل. شبنا يعني أنت مصر تعملها؟ أخي هاي جريمة ولازم أدفع ثمن اللي عملته. مو أنت من قبل قلتلي لما تحب لازم تكون الطريق للي بتحبه؟ ايه. ومنشان يكون طريق اللي بحبه كله خير شعلت النار بحالي لترتاح. مو هاممني غير يكونوا بخير. رح يكونوا، وبتريح نفس مو؟ ونحن أهلك بدك يعني يحترق قلبنا. مصطفى لما أخذت فيدات وخليته يحفر قبره بإيده بشو كنت عم تفكر وقتها؟ يعني عملت هيك بس مشان تنتقم لمرتك؟ ما كان بدك تريح عائلتك ومن بيناتهم نفس من جرايمه؟ لنفترض ما سلمت حالك بعد ما قتلته، بس كان ممكن تنكشف وبأي لحظة تنسجن، وهلأ جاوبني ما كنت حاسب هالحساب؟ الله يلعن هالمخ اللي عندك، أحضنك ولا أضربك مالي عارفان. أنت الكبير بقبلهم كلهم، أنت بتمون على روحي. خير مين بدك؟ افتح الباب. ما فيني فوتك، مين بدك؟ بدي شوف فيدات، افتحه لشوف. البيك مو بالبيت. عم قلك بدي شوفه، افتحه للباب. يلا من هون. روحوا خبروا، قل له بيرك واقفة برا، رح ارجع مرة تانية ورح حاسبه على كل شي عمله. سمعتني شو عم قلك؟ والله الوضع مو طبيعي، أخوك مصطفى متضايق كتير وما فهمت ليش. لنشوف شو القصة.
آه. لولي وين كنت وانت وياه؟ مصطفى انت منيح؟ مثل مو شايف منيح. طمني عنك. آه؟ والله اذا بتشيلوا عني كتف بهالشغل وما بتضلوا صايعين طول الوقت بكون كتير منيح. يا شباب الشغل هون هو باب رزقنا. صحيح خبروني قبطان كمال ناقصه شي لانه بكره بده يطلع يسحب رمل. شو مو هاي شغلتنا؟ مو هاد رزقنا؟ يلا روحوا على الشغل، تحركوا انت وياه. يلا. ايه حاضر اخي، تمام رح نشوفه. يلا رح نروح. يلا. ما في خواص منكم. طاهر، ما في شي حل تاني للموضوع، شي طريقة لتطلع من هالقصة. صار اللي صار، خلص مات الزلمة، انتهى الموضوع. انت خليك قوي، بدي يكون مطمن وانا بالحبس. بالله مفكرة بهالسهولة؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. فكرة بيك بيشتغل متعهد، رح يشتري الرمل من عنا. ايه هذا اخي طاهر. فرصة سعيدة. انا اسعد. اهلا وسهلا، نورت فكرة بيك. لكوني جيت بوقت مو مناسب. العفو، استغفر الله. كنا بدنا نحكي بالشغل انا ومصطفى. ولا يهمك، موفقين. لوين رايح؟ بدي مر لعند نفس. اي يلا بالاذن. الله معك اخي. الله معك. بين عليها بضاي. ايه والله كتير. اسمه طاهر المجنون. وكمان كانوا ينادوا لعمي المرحوم هيك، بيشبهوا كتير. يعني حكي امي هاد. العفو منك مخليك واقف برا. تفضل خلينا نفوت. يوسف اثنين شاي لهون. اي نفس، هلا انتبهت على التليفون، كان محطوط على الشحن. طاهر طلعت جيلان، ما انا بنتي. طلع فحص الدي ان اي واسماء قدرت تلاقي ابوها، وبكره رح يجي. وينك انت؟ انا هلا بالشركه. بدنا ناخذ جيلان ونروح على مكتب اسماء. طاهر ممكن تكون موجود لما نشرح له الموضوع؟ طبعا بكون، طبعا جاية فورا. ليك انت افتح البوابة. انا لسه ما سمعت هيك شيء. عم بحكي مع حالي مو سمعان؟ افتح لي يلا. لو جاييني على اقل من مهله افتحوا لي هالزفت. نزار. نزار خانه مو بالبيت. كيف مو بالبيت؟ اي معلش بستناها جوا، افتح لي الباب. بعتذر منك ما بقدر. كيف ما بتقدر؟ دق لبنتي ما بترد، وفيدات ما بيرد، وين البنت؟ ما بعرف. ليك ما تخليني جن وافتح لي هالبطيخ بقى. عفوا ما بقدر. ايه تمام، رح اجيب ابوها وجايين، ورح تشوفوا كيف رح يهد البيت فوق روسكن، واذا اضطريت رح اخلي الشرطة تجي لهون. انا ام بدي اشوف بنتي نظر، ما عم تفهم؟ فايتين بمفاوضات مع البلدية مشان مخطط الطرقات والمجمع الرياضي. المجمع الرياضي مشروع كبير، وبمشروع الطرقات رح يختبرونا إذا كنا عم نشتغل بجد ولا حكي فاضي كله. مصطفى بيك؟ نعم. ما بعرف بس كأنه مشغول بالك. لا قصص عادية، عادي بعتذر منك. كمل لي حضرتك مشان البلدية شبها. هدول الشابين الصغار اللي شفتهم واقفين برا هنيك، هدول اخواتك الصغار كمان ما هيك؟ ايه يان غازلار. شو يعني هالكلمة؟ ايه لانه هن توأم هيك من ناديلن عنا، فاتح ومراد. انت اخوه الكبير للشباب مو هيك؟ ايه ايه انا.
هموم العيلة ومشاكلهم كلهم على رأسك أنت، يعني بمقام الأب للكل. هذا اللي صار، يعني حاولت أعوض عن أبي قد ما بقدر. إيه؟ بعدين شو صار؟ المجمع الرياضي، إيه؟ أنت مخك اليوم مو معي، بعدين بنحكي بالموضوع. شو ما كانت مشكلتك، مصاري أو غيرها، فرح نشتغل سوا. بتعطيني أنت بعطيك أنا، هيك أحسن حل للشغل. أنا طريقتي غير، المصاري من جهة والبضاعة من جهة، يعني السلام عليكم وعليكم السلام. حلوة والله، معناتها رح اتفق مع جماعة البلدية على الشغل، وبعدين بيجي ومنوقع العقد بيناتنا، ومثل ما قلت انت بنمشي على طريقتك. السلام عليكم عليكم السلام. لا لا تعذب حالك، انا بعرف الباب وينه والطريق كمان. وشو ما كان الموضوع اللي زعجك محلول، يلا بخاطرك. بأمان الله.